مستوى، شو عنده أبو هاشم الهفتان؟ خلونا نشوف. بلش البرنامج. أسعد الله مساء الحاضرين والسامعين والمشاهدين، وكان يا ما كان، الله يزيدكم من نعيم وكمان وكمان. لا تواخذوني يعني دقني طويلة، بس ما باليد حيلة، الله وكيلكم. الضغط ممنوع والعتب مرفوع والحج حجج كثيرة ووافرة والكذبة تنطحقت الدائرة، هذا الواقع يعني شو بدنا نحكي. وحط بالخرج، كله رافع مناخيره ومعلي السرج، كله بيرمي الحمل على غيره، وهالبلد الله يجيره. وأصحاب الشأن والله نحن خطي، حبيباتي شو من شأن المي؟ إيه ما بدنا إياها مثل حاتم طي، بس يعني شوي شوي ورضيانين بآخر طب الكي. يا وادم محسوبكن عطشان وريقي نشفان، يا شباب بدنا نتحمم، والله بدكن إيانا يعني شوفوا حالتنا، بدكن إيانا نتيمم. قد ايش صار لك مو متحمم ابو محمد؟ ما تاخذني هذا السؤال، يعني لازم اساله لحالي. زمان يعني صار بدهم ايانا نتيمم ونفرك حالنا بتراب وغدار مثل الخروف والعمار. يا جماعه لك ان شاء الله بدنا مي، وبالفصحى ما اسمه ما 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 رح نصير مثل الخواريف ابو محمد. يا اخوان المرة بدها تجلي الصحون والبنت بدها تغسل البنطلون، محسوبكم بلا ما نحكي بتهون. ولك اخ و600 اخ، شو يا مؤسسة المياه؟ المي عنا بحر، وين ما نكشنا بيطلع مثل السحر. بس الحق على مين؟ على التنابل والغفيانين وعلى ضعاف النفوس المرضانين. وان شاء الله ابو ملعون، من ايمتى كنا نشتري المي بالقالون؟ ومن ايمتى صرنا ننطر الصهريج من على البلكون؟ القصه بدها تنظيم وهمه وشغل وتلزيم، والمي مقطوعه يا فندي، شلون يا ابو محمد؟ بس هي مشكله، اي والله انا غير الدعاء عمي. اللهم يا باسط الارض ورافع السماء، اعطف علينا بالغيث والماء، اللهم زد في مروءه مؤسسه المياه، وادفع بمائها في الحنفيه، وخفف حجم فواتيرها الوهميه ورسومها السنويه، واصلح شان انابيبها المنسيه. اخ يا رب العالمين، وهدئ من روع العدادات، ويا رافع السماوات نجنا مما وقعت. امين يا رب.